صورة غريبة لشيك بنكي طلعت من فترة على مواقع السوشيال ميديا وعمل ضجة كبيرة بين الناس، مكتوب عليه جملة بتقول هام وحساس تسريب أموال. طيب يا ترى إيه حكاية الشيك ده وإيه علاقته بالدولة المصرية؟ وهل فعلا مصر استقبلت تحويل مالي من دولة الكويت بقيمة 350 مليون دينار كويتي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليكم معنا. المثل بيقول لو اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، وده اللي أكده بنك الكويت المركزي بعد ما نفى إشاعة لشيك متداول على مواقع السوشيال ميديا بيقول إن مصر أخدت 350 مليون دينار كويتي. طيب إيه حكاية الشيك ده؟ هقولك، إحنا تعودنا إننا نسمع عن كلام غريب من المعارضين لسياسة الحكومة المصرية، ولكن الإشاعة اللي أطلقها واحد من المعارضين المقيمين في أمريكا كانت غريبة جداً ومفيش حد عاقل يصدقها. الإشاعة كانت بتقول إن دولة الكويت حولت مبلغ ضخم لحساب الدولة المصرية، ولكن المبلغ ده ما دخلش خزنة الدولة. الناس اتفاجئت بصورة للشيك المكتوب عليها هام وحساس تسريب أموال. الإشاعة كمان كانت بتقول إن الشيك ده صدر من بنك الكويت المركزي بقيمة 350 مليون دينار كويتي، بما يعادل وقتها مليار 233 مليون دولار أمريكي. طيب الكلام ده حقيقي؟ لا طبعا، وده اللي أكده البنك المركزي الكويتي لما نفى حقيقة المنشور، وقال كمان إن الكلام عن شيك محسوب على البنك بتاريخ 2013 ملوش أي أساس من الصحة، وإن صورة الشيك المعروضة والبيانات اللي عليها لا تتطابق شيكات بنك الكويت المركزي، وإن نشر معلومات زي دي أو إعادة تداولها هيعرض صاحبها للمساءلة القانونية. كمان في خبير مصرفي مصري نفى المنشور المتداول وقال إن صورة الشيك فوتوشوب، وده لأن في رقم المفروض يبقى على الشيك كل اللي شغالين في البنوك عارفينه، والصورة المنتشرة مش عليها الرقم ده وهو رقم الأيبان. واللي أكد كلامه كمان إن بنك الكويت المركزي أصدر تعليمات لتعميم استخدام الأيبان على كل حسابات البنوك من 2011 وتاريخ الشيك المتداول في 2013، وده طبعا بيأكد ان هو مفبرك. مش محتاج اقول لكم ان مصر والكويت بتربطهم علاقة تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين، وده في مختلف الملفات والموضوعات الإقليمية والعالمية، واكيد الإشاعات دي ما بتأثرش عليها. ده غير كمان ان الكويت ومصر بينهم حجم استثمارات كبير جدا وصل ل 621 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2021. غير كمان ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عاملة ايداع لأربع ودايع بقيمة 4 مليار دولار أمريكي في البنك المركزي المصري. ده كمان في علاقة وطيدة بتربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، واللي بتمثل أساس قوي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين. ده كمان الكويت بتستثمر في مصر في قطاعات كتيرة زي البنوك والغاز والبترول والخدمات المالية والعقار والسياحة وكمان الودائع الاستثمارية. قولنا رأيك بقى في مروجي الإشاعات عن الدولة المصرية وإيه الهدف منها.